وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المرتجين الذين أذهب الله عنهم وطهرهم تطهيرا ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى لو ان ذلك يحصل يا مظلوم يا غريب كربلاء مسلوب العمامة في الموردة يا مولاي يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاب للسيد نهجال بي قرحة لو أنها بي لملم نصفت جوانبه وساخ يلملم قد كنت قلبني الهموم بمضجع فلقان تقلبني الهموم بمضجعه ويغور فكري في الزمان ويقيم من لي بيوم وغني يشب ضرام ويشيب فوج الطير منه فيهرم تلقى العجاجه الجران كأنه ليل وأطراف الأسنة ينجم فعسى أنال من التراث مواضيع يتمنى السيد كان فعسى أنال من التراث مواضيع تسدي عليهن الدهور وتلحمه أو موتتان بين الصفوف أحبها هي دين معشري الذين تقدموا ما خلت أن الدهر من عاداتي تروى الكلاب به ويضمى ويغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي
لله العلي العظيم. عليه توكلت وإليه العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فضل الله صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. القداسات جعل الله عز وجل في هذه الدنيا أحكام، وربط هذه الأحكام بقداسات معينة. يعني أنت لما ترجع تلاحظ إلى أن هناك أحكام قد ربط الله عز وجل بها القداسة، وجعل هذه القداسة بها ثواب وعقاب، وبها حساب يوم القيامة. الآن لما أجد في صحراء خالية، هذه الصحراء مثلا ملك للمسلمين، أو أنا عندي قطعة أرض كبيرة ملك، جيت إلى هذه الأرض فوضعت فيها أربع خطوط بعصا، حملت لي عصا وخطيت فيها أربع خطوط متوازية الأضلاع، يعني شكل مربع، وخليت أمام الشكل المربع هذا نصف دائرة، وقلت لقد جعلت هذا المكان مسجدا. يقول مو ابني ما صار بنا، بس النية تكفي بأن تجعل القداسة إليه. يعني حتى لو كان عندك قطعة أرض قلت جعلت هذا المكان مسجدا من دون ما أخذ أو أفعل أي شيء، تحولت القداسات كلها إليه. يعني لا يجوز لأي شخص أن يطأ ذلك المكان مثلا وهو على جنب، لا يجوز للحائض والنفساء أن تعمر به. كل أحكام المسجدية تترتب عليه لأنه أصبح مكان مقدس. شوف يا أرض عادي بوارق أقول، لكن أنا مجرد أن نويت النية وقلت بأني في هذا المكان في هذه القطعة في هذه الزاوية جعلت هذا المكان مصلى أو مسجدا أو مأتما، تترتب عليه أحكام الوقفية وتترتب عليه أحكام مولاي المسجدية، وأيضا تترتب عليه أحكام القدسية بثوابها وعقابها وحسابها يوم القيامة. ولذلك لما خاطب الله موسى لما نزلت الوادي المقدس شنو قال له؟ يا موسى إنك بالوادي المقدس طوى فاخلع. هذا قداسة لهذا لذلك جعل الله عز وجل لكل أمر في هذه الدنيا قداسة. ولكن لما أرجع ذاك قداسة أرض مكة الطاهرة المباركة، مهبط الوحي والتنزيل، ها ومطاف الملائكة والأنبياء والأوصياء والمرسلين، مكة لها قداسات أخرى. يعني مو أي واحد يقدر يدخل في قداسات مكة على هواه، لا. من أهم القواعد الموجودة عندنا بأن لا يجوز الدخول إلى مكة إلا وأنت محرم. يعني ما يجوز أنا الآن طلعت من ذي الحجة دخل علي شهر محرم أريد أرجع إلى مكة المكرمة، يقول لك لا يجوز لك الدخول هكذا. إنزين شنو الحال؟ قال يجب عليك أن تدخل محرما إلى أرض مكة. وإذا ما دخلت وأنا محرم عصيت. قل وإذا دخلت وأنت لست متلبسا بلباس الإحرام يستلزم منك الإثم العظيم، يعني مو إثم، الإثم عظيم. والذنوب والآثام تسبب حجاب على القلب، هذا الحجاب اللي تسبب على القلب يمنع الإنسان من الوصول إلى كمالات كبيرة يصل فيها إلى أن يكون أشرف وأقدس من الأنبياء.
ولذلك عندما يتلبس الإنسان بثوب الإحرام قال أنا أحرم لله عز وجل، يتلبس بثوب الإحرام 25 محرم من المحرمات مقسمة بين الرجال والنساء، فنصب بهذا الحمل السلاح ممنوع. الصيد حتى في حالة نزع الإحرام لما يدخل الصيد إلى الحرم ما يجوز لك الصيد، وإذا صيد تترتب عليه الكفارة والإثم عظيم. يعني واحد مثلا راح إلى مكة المكرمة في الحرم المكي شاف حمامة لحق وراءه وصادها، يقول لك هذا عليه كفارة وعليه شنو؟ إثم. حتى الحشرة، شفت الحشرة مثلا الجراد وغير الجراد، لا يجوز لك قتله وأنت في الحرم وأنت محرم. ليش؟ هذه من الأمور القداسية التي جعلها الله إلى أرض مكة. وأيضا الآية صريحة من قتله كان شنو مولاي، يعني لو واحد قتل شخص واستجار في الحرم المكي هل يجوز لي أطلعه؟ هذا عليه قصاص. إن شاء الله لو قتل إليه 100 شخص واستجار بالحرم المكي يقول لك ما يجوز لك تروح تمسكها طلع من خارج الحرم. زين عليه قصاص، هذا عليه دية، عليه حد معين، يقول لك ما يجوز الطلعة. إن أخرجته عنادا وغصبا إليه قال استلزم عليك الإثم، وإثم عظيم وحساب وعقاب من الله يوم القيامة. شلون أطلع أنا؟ قال تضيق عليه في المأكل والمشرب والراحة حتى يخرج بنفسه، إن خرج بإمكانك فعله، إن لم يخرج يقول لك ما يجوز إنك تطلع من الحرم المكي المقدس، ما يجوز. كما إنه لا يجوز لأي دنس من كافر ومشرك أو غير موحد لله بتوحيد الإسلام أن يدخل إلى ذلك المكان الطاهر والمقدس. فالله جعل حرمة، وهذه الحرمة عظيمة إلى بيته. يعني شوف تلبس ثوب الإحرام ما يجوز لك الصيد، حتى الحشرة ما يجوز لك تقتلها، ما يجوز لك تهين أي حاج من الحجيج، ما يجوز لك أن تنظر إلى أحد بنظرة استخفاف. الكعبة لها مقام عظيم عند الله عز وجل، الكعبة لها مقام عظيم في نفوس الأنبياء والمرسلين. وجئنا الإمام ويقول حرمة المؤمن أشد من حرمة الكعبة. حين مشتبه المؤمن شنو فيه؟ ماله حرام، عرضه حرام، دمه حرام. والله عز وجل يقول في حديث قدسي من حارب عبدي فليتبوأ بحرب مني. شلون اذا كانت حرمه المؤمن يا مولاي اعظم من حرمه الكعبه؟ يعني انا اذا نظرت الى احد المؤمنين بنظرتي بس بصغار، ما اختبت انا ما تكلمت عليه، بس نظرت إليه نظرة استصغار، نظرة حقيرة شوية، يقول لك أنت استلزمت الإثم وأهنت مؤمنا، من أهان مؤمنا فليتبوأ بحرب حرب. زين؟ واللي يحارب رب العالمين هذه المشكلة. ما يجوز لأنظر إلى مؤمن بنظرة استصغار أو بنظرة حقيرة. كيف بي إذا قمت واكتبت مؤمنا؟ الغيبة البعض فكر شنو مولاي؟ إذا واحد اكتب مؤمن قال بروح إليه بقول له ابري ذمتي خلاص، قال لك والله المؤمن هذا طيب على قد حاله وفقير الرجال، قال لك أنت مبري الذمة ما عليك ولا تدير بال، خلاص انقطع. لا، إذا أنا جيت أمام هالمؤمنين وقلت بأن فلان ابن فلان فيه هكذا وهكذا واختبت أمام الجميع، ها؟ واختبت أمام الجميع،
زين ورحت لهذا المؤمن وقلت له يا مؤمن ترى اسمح لي انا اتكلمت من وراء. قال اسمح لي ما برد دمه خلاص يعني مرة دمتي راح انام مرتاح. لا مثل ما جيت وتكلمت امام المؤمنين ارجع واقول يا جماعه ترى كلامي في ضيق. من يجرؤ؟ مين مشكله؟ يعني انا اترك الدم، اترك الدم افضل الي بألف مره من تبعات الجي بعد هذا الدم من الاستغفار ومن براءة الذمة ومن ويش؟ لأنني أن أصلي نفسي أمام الناس. ولذلك الإنسان إذا دخل في هذه الأمور ودخل في هذه المواقع ما يضمن الكرامة التي تعود إليه. ولذلك المؤمن الله جعل له حرمة عظيمة. شوف حتى حرمة الجنازة إلى المؤمن إلى أي درجة؟ يعني مو خلاص قال هذا مات انقطع عنه، لا، إليه حرمة. لا يجوز دفن المؤمن في مقابر المشركين. حتى مرة أرسلنا رسالة إلى جميع العلماء الفقهاء نقول نحن في بلاد ليس فيها مقبرة للمسلمين، ونقل هذا المسلم يكلفنا الأموال الطائلة إلى بلاد المسلمين مقبرة فيها مسلمين نقدر ندفنه؟ قال يجب نقله وإن كلف الأموال الطائلة. شوف حرمة إلهية. لكن لما ترجع إلى من دعونا الإسلام وإلى من قالوا بالإسلام وإلى من هم عار على الإسلام يمكن تشوف تمثيل بالجثث وغيرها كلها من بني أمية، كلها من بني أمية. ما كفاهم قتله، سلبوه، حطموا صدره بحوافر الأعوجية، قطعوا منه اليدين، قطعوا خنصره، سلبوا ما عليه. ما فعلوا فعل بني أمية. والأعظم من هذا بأنهم خالفوا أحكام الله وأحكام رسول الله صلى الله عليه وآله. قال أبو الحسين راح استجار ببيت الله عز وجل. شنو قال يزيد؟ اقتلوا الحسين وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. اقتله وإن كان متعلق بأستار الكعبة. قال بل اذبحه. اذبحه. له. فأرسل يزيد جماعة متلبسين بلباس الإحرام والسيوف بين أفخاخهم، يعني حاملين سيوفهم يريدون يقتلون الإمام في أطهر بقعة، في أشرف بقعة، في أرفع بقعة. كان الإمام بأبي وأمي يطوف حول البيت. جو هذول جواسيس بني أمية دخلوا بين الحجر. أحد أنصار الإمام يدل الإسلام التفت قال أيجوز للمحرم أن يحمل السلاح في حالة إحرام؟ قال لا. جاب أحد الأنصار قال له لا، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما خرج من المدينة خرجت مع أنصار، ولما وصل إلى مكة التحقت به أنصار، ولما خرج من مكة إلى كربلاء أيضا التحقت به أنصار. كان أنصار عند الإمام موجود، من ضمنهم عابس بن شبيب الشاكري كان مع الإمام بمكة وغيرهم من البجليين التحقوا بالإمام بمكة. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت أناسا عليهم لباس الإحرام والسيوف بين أفخادهم. صاحب الحسين في خطر. بجولة أبو الفضل العباس قال سيدي يا ابن أمير المؤمنين نظرنا إلى أناس والسيوف بين أفخادهم. قال اعملوا حلقة حول الإمام الحسين. فتجمعوا حلقة حول الإمام صلوات الله وسلامه عليه. درع سووا إلى الإمام حتى فرغ الإمام من طوافه وصلى ركعتين التفت. قال أخي عباس هذا؟ قال يا ابن رسول الله سيدي ومولاي
هناك أناس يطوفون والسيوف بين أفخاهم. قال لي ما لا حول ولا إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عباس: لا تشهروا سيفا في هذا المكان المقدس، لا ترفعون سيف. وخرجوا مع الإمام الحسين من الحرم إلى بيوت الهاشمي. فلما خرجوا إلى تلك البيوت خرجوا إليهم جواسيس بني أمية من الأزقة شاهرين سيوفهم. يقول الراوي: فصرخ أبو الفضل العباس، يقول فزأر أبو الفضل العباس زأر كالليث الهزب. ارتعدوا فحملنا صياطنا، سيوف قبال صياط، أخذنا نضاربهم بالصياط وبالسيوف بالصياط على سيوفهم. يقول حتى بأن عابس رفع واحد ألقاه على صفر. هذا يقول أمير المؤمنين: لو كان عندي لفتحت المشارق والمغارب بهذا الرجل. حتى صار التضارب أكثر فأكثر، فقبضوا على واحد منهم. يا أبو إلى الإمام الحسين، قال: هذا منهم يا أبا عبد الله. التفت إلى الإمام: ما حملك على هذا؟ سكت. إن كنت لا تريد الكلام لا تتكلم. إلى الإمام: خبرات أخي عباس، قال: لبيك سيدي ومولاي. قال: من طيب الطعام أطعمون، من بارد الماء اسقوه، من نظيف الثياب البسوه، وإذا كان فقير ومحتاج فاغنوه عطوه، وإذا يريد يرجع إلى أهله خليه خلي يطلع من هذه الدار عزيز. هل أريد أطلع؟ ما وصل إلى باب الدار حتى رجع وانكب على يد الإمام. قل لي: سيدي أبا عبد الله، أنا تجرأت على حرم الله، تجرأت عليك، ألي من توبة؟ قال: ما تبت الله عليك. قال: سيدي خذني إليك، خذني في ربك. قال: أنت معنا؟ هذا من الأنصار صار. قال: ما حملك على هذا؟ قال: والله ما خرجنا إلا ويزيد يقول: اقتل الحسين وإن كان متعلقا بأستاذ الكعبة. كفت الإيمان، قال: خويا أبو الفضيل بالليل لجنة العاقلة. راحوا نطوف طواف الوداع، ولما جن الليل يقولون بالحضر نزلت قناديل منيرة تطوف حول ذلك العالم. نادينا: لبيك اللهم لبيك، لبيك إلهي لبيك. أما الحسين فتلبيته ثانية، لبيك بشباني لبيك، لبيك بأطفالي لبيك، لبيك بحرمي لبيك، لبيك برضيعي لبيك، لبيك بصدري المحطم لبيك، لبيك بنحري لبيك. ولما حل اليوم الثامن من ذي الحجة قبل الإمام وطاف حول البيت سبعة وصلى ركعتين، وأقبل إلى ذلك البيت المقدس وألصق ظهره في قائلا: بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا خط الموت على ولد آدم، وخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير مصرع أنا لاقي كأني بأوصالي تقطعها عزلان الفلوات.
نفسه. قال ولي يا أبا عبد الله؟ قال فإني راحل إلى أرض الغربة ومحل الفناء والكربة وخراج والناس بين باك وباكية ونادب ونادب. أبا عبد الله كل المؤمنين جاية تحج بحجك وانت اليوم طالع، اليوم الناس كلها تدخل إلى مكة وانت اليوم طالع. قال شاء الله أن يراني قتيلا حتى وصل إلى بيت الحبيوت الهاشمي. قال أخي عباس أجهزت المعامل؟ قال بلى يا أخي، وكل ركب على هذه المعامل إلا واحدة بقيت في دارها. من الذي بقت؟ قال أختك زينب في دارها. قال بني علي امضي إلى عمتك زينب وقل لها بأن أبي الحسين قد عزم على الرحيل. قال خيرا يا أبا. راح إلى عمة زينب. عم زينب كل المحامل ركبت النساء عليها إلا محمل. قالت بني علي اذهب إلى أبيك الحسين قل له بأن عمتي زينب تريد كافر. قال أنا كافر لك يا عم. قال أنت أمك أمك ليلى، أنا أريد كافل ما معها حمل. ذهب إلى أخيه، ذهب إلى أبيه الحسين. قال أبتاه إن عمتي زينب تريد كافلا. من هالكافل اللي تريده؟ هذا اللي تكفلها من ليلة 21 من شهر رمضان، هذا اللي وصى عليه أمير المؤمنين وحط إيده بإيده قال هذه وديعتي عندك يا عباس. عباس اذهب إلى أختك زينب، يلا مولاي وياي الله يعوديك. فلما أقبل على بابها طرق الباب ويا محمد. قال أبتاه هذه ضعينة طالعة من مكة. قال بني لا تستغرب، كل الضعاين اليوم تطلع تتوجه إلى أرض منى. قال لي لا يا أبتاه، هذه الضعينة مو ماخذة على أرض منى، سالكة
الى تاريخ العراق. قال لي ابوي سويت يا بحالي شيخ العشيرة بمكة وما ادري لتكون المصيبة على روس الهاشميين. قال ابني امعن النظر اكثر. قال ابتاه ارى فارسا يدور حول تلك الضعيمة كأنه الهزاب. قال ابني امعن النظر. قال ارى عليها هوادج عظيمة. قال ابني امعن النظر. قال ابتاه امامهم راية. قال لي ركز على الراية. قال يا ابتاه هذه راية ابي امير المؤمنين علي. قال وحسينا. قال امعن النظر. قال ابتاه ان الذي في مقدم الرحل هو خالي الحسين. صاح وحسينا. قال لي خذني اليه. ودني الى ابو علي. وصل اليه. قال السلام عليك يا ابا عبد الله. قال وعليك السلام يا ابن العم. اليوم يا ابو علي طالع. اليوم الناس جاية تحج بحجك وتطوف بطوافك وتقف بوقوفك واليوم انت تطوع يا ابو علي. قال شاء الله وان يراني قتيلا. وهذه الشبان ضحايا. قال ابو علي وليش شايل معاك الحريم والنساء؟ قال شاء الله ان يراهن سبايا. ابو علي يعني انت ما بتحج يا ابو علي؟ قال لي لا انتم تحجون هنا وانا احج في ارض كربلاء. انتم تطوفون هنا وانا اطوف حول شباني. انتم تسعون هنا وانا اسعى بين فساطيطي. انتم تضحون هنا وانا اضحي هناك. انتم تعلقون الرؤوس هنا وانا يحتز راسي هناك. انا مناد وحسينا. يقول لي وين حجك والمناسك شهر غير الشهر. صدق
حجاج وادي كربلاء دون البرايا عفوا ثياب العيد وامتدت عرايا عرايا ولعيالهم نسف الدماء أغلى هدايا وهديك مولاي وانا هدية عيد راسي حق رقي حجاج وادي كربلاء دون البرايا عفوا ثياب العيد وامتد عرايا ولعيالهم نسب الدماء اغلى هدايا وانا هديات عيد راسي حق رقي يا الله شافي مرضانا داوي يا الله يا رب انا اغير سوء حالي باسم حالك يا كريم معك الحاضرين والمؤسسين الفضل فردا فردا ومن يلوذ بهم يا كريم فارقهم اللهم في ارزاقهم واولادهم واعمارهم يا رب العالمين وإلى موتكم وموت المؤسسين الفاتحة تقلها صلوات